على البوليميك اللي صايره بخصوص ازياء المنتخب الوطني التونسي وحجزهم في الديوان لحد الان تقريبا منذ فتره محجوزين في الديوان. حابين ناخذ اكثر تفاصيل على الموضوع هذايا. معنا بالتليفون السيد شكري حمده، رئيس او المكلف بالشؤون القانونيه في وزاره شؤون الشباب والرياضه. سي شكري، اهلا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين اذاعه. مرحبا بك سي شكري، شنو الامور؟ شنو احوالك الساعه؟ الحمد لله. الحمد لله. به وشنو هي الحكايه؟ قبل تقريبا ايامات من خوض منتخبنا مسابقه مهمه للكان، نتفاجئوا باخبار منتخبنا الازياء نتاعو محجوزه في الديوان. شنو هي علاقه ساعة وزاره الشؤون الشباب والرياضه بالموضوع هذا؟ بدايه جيده، خاصه من خلال طرح السؤال علاش الايامات هذه ونهارين ويمشي المنتخب الوطني للكاس. اي خاصه الموضوع قديم معناها. سؤال جيد جدا. الموضوع هو انطلق منذ سنة 2019. فلماذا تختار الجامعة هذا التاريخ؟ أعتقد أن هذا السؤال يطرح على الجامعة. ولو أنه هي الجامعة ما تكلمتش لحد الآن، ما خرجش حتى حد. هو الأخبار كان خرج في الديوان فيهم البارح وحسب مصدر جامعي. للتوضيح للرأي العام، الإعفاءات الجبائية هي امتياز اسنده القانون التونسي صلب الفصل 275 من مجله الديوانه. هذا الفصل يعصي كليا او جزئيا من دفع المعلوم والاداءات المستوجب العمليات الاتي ذكرها، اخص بالذكر الشكل النقطه الاولى الارساليات وعمليات التوريد الاستثنائيه التي لا تكتسي صبغه تجاريه. وبالتالي من يتمتع بالإعفاءات هذه هي العمليات الاستثنائيه التي تكون مره او مرتين على اقل حالات او غير وليست مسترسله، والتي لا تكون في اطار عقود تجاريه، يعني بيع او شراء او استشهار. غير ان الجامعه التونسيه تقدمت بمطلب في الإعفاء منذ 1 مارس 2019 نظرت على اساس انه الو نسمع فيك تفضل سي شكري. على اساس وانها تطلب التمتع بإعفاءات جبائيه وديوانيه على معنى القصر 275 الفقره الف منه تحديدا، باعتبارها في اطار عقد هبه. انعقدت الجلسه لجنه الجبايه الإعفاءات الجبائيه بالوزاره يوم 7 مارس. وجدت ان ما قدمته وما الجامعه هو عقد استشهار وليس عقد هبه. هذا العقد يستمر على 4 سنوات من غره جامسي 2019 الى 31 ديسمبر 2020 وبقيمه ماليه قدرها 500,000 اورو في السنه. يعني على امتداد عربة هي 2000 اورو. معناها أكثر من 6 مليارات ولا 7 مليارات هك. هكاك. في كل سنة 500,000 أورو على امتداد 4 سنوات. وبهذا يفقد الصبغة الأولى اللي هي استثنائية، هذا ولا مستمر. وهو عقد استشهار يعني عقد تجاري. الوزارة بقدر حرصها على دعم الرياضة ودعم الجمعيات ودعم المنتخبات الوطنية باعتبارها مكلفة بتسيير هذا القطاع الرياضي وخاصة كرة القدم لدان لديها من حظوة اجتماعية وشعبية وغير ذلك، بقدر ما هي حريصة على تطبيق السلم للقانون. وكذلك الجامعة التونسية هي مدعوة كذلك لتطبيق الحرص على الحرص السليم، التطبيق السليم للقانون، باعتبارها مكلفة بتسيير مرفق عام وتعمل تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة. تمت الإجابة الجامعة بالرفض لأنه لا يستجيب لهذه الشروط. جاوبتوهم من وقتاش سي شكري؟ جاوبناهم يوم 7 مارس 2019 عند عامين، مع أكثر من عامين. أي باش نكونوا واضحين، عاودت الوزارة الجامعة التونسية تقديم مطلب ثاني في 14 أكتوبر 2020 تطلب فيه كذلك 2021 4 اكتوبر 2021 عفوا في الفترة اللي كانت فيها سهام العياد هي الوزيرة.
تقريبا. اي تلك الفترة التي لم يكن فيها وزير مزار شباب تماما، الفترة التي أوكل تسيير الوزارة للسيد المدير العام للمصالح المشتركة. معناها ما تنجمش تاخذ ديسيزيون كانت فيها هي هكا. لا، ورغم ذلك اجتمعت اللجنة لأن نضمن باستمرارية الدولة واستمرارية الإدارة والعمل. اجتمعت اللجنة ونظرت في اليوم الموالي يوم 5 أكتوبر في استعجال للنظر. تبع فيها معاك. ايه تفضل. ايه لكن ما فاجأنا في الملف أنها هي عقد استبدلت فقط كلمة هبة بعقد الاستشهار، وهو بنفس القيمة المالية 500,000 أورو كل سنة، وعلى امتداد نفس المدة وهي المدة التي يغطيه عقد الاستشهار. واستظهرت بمجموعة من الوثائق اللي حقيقة ستفاجئك، اللي هي استظهرت بشهادة في إسناد اللجنة من شركة عقد الهبة ممضى بتاريخ 5 أكتوبر، والمطلب الذي قدمته الجامعة بتاريخ 4 أكتوبر. معناها الطلب كان قبل العقد. قبل العقد. ايه شد عمك. وشنو الهدف؟ شنو الهدف منه معناه؟ انا ساروي الوقائع واعطي الحقائق وانير الراي العام ولهم التعليق في كل ذلك. تفضل كمل. ثم قدمت كذلك شهاده في اسناد الهبه مسلمه من شركه كابا بتاريخ 25 ماي 2020. تعتبر فيه هنا معاك. اي معاك. ثم التزام قدمته الجامعة التونسية لكرة القدم بعدم التفويت، لأن هذه من الشروط والوثائق المطلوبة في هذه النوع من الملفات، بتاريخ 7 جوان 2021. وفاتورتي يعود تاريخهم 2019 مدعمة ب وثائق في 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 وصول الحاويات الى الميناء. اي وطلبت بدراسه الملف من طرف اللجنه، اتضح اننا امام نفس الملف اللي هو عقد الاستشهار. وهم قدموا لكم على اساس ملف جديد؟ ملف جديد وملف هيبه. واضح. دونك ترفض. ولم يكن كذلك مستجيب هذا العقد للهيبه لشرط التسجيل بقباضة المالية. واضح. دونك ترفض. ترفض مرة أخرى. ولمدة 4 سنوات باعتبار فرفض مرة أخرى. واضح. تو احنا باش نوضح لك نرجع لك شوية، وأن نتيجة لهذا في 14 أكتوبر 2020 وزارة الشباب والرياضة وحرصا منها على دعم الرياضة والجامعات الرياضية تقدمت بمقترح للإدارة العامة للديوانة لتنقيح الفصل 272 بإضافة مطة جيم. ما هو الذي يحدث؟ ينضاف فيها إلى الفصل المذكور في إطار قانون المالية لسنة 21 لحل هذا الإشكال بصفة نهائية وبصفة قانونية وشرعية، الإرساليات وعمليات التوريد المتعلقة بتنفيذ عقود الاستشهاد بين الجامعات والجمعيات الرياضية ومقاولة التجهيزات واللوازم والمواد والأزياء الرياضية في حدود حاجيات النشاط الرياضي. لكن ما يدخلش لهنا الطلبية الجديدة في إطار النشاط الرياضي، معناها فما بوادر نتاع بيع وشراء معناها في الأمور نتاع المنتوجات. يعني في المنتوجات كدعم كامل في حدود ما تحتاجه الأنشطة الرياضية. المتع وهذوما خاصة بعد الأزمات اللي عاشتها ومع كوفيد وكذا، كان سعي الوزارة تخفيف هذا العبء وتمكين الرياضه من هذه الامتيازات. اي علاش ما خذيتش الجامعه؟ هذا مش انشطه رياضيه؟ لا، هذا مقترح قدمته وزارتنا. فقط وزارة مقترح. الماليه مازال ما تنفذش معناها هكا باش يخرج في قانون الماليه. ما تعرف الاعفاء هذا راهو يصدر بقانون. اي والحاله الوحيده اللي نجم نقدموا فيها الفتره هذيك هي قانون الماليه، باعتبار وان اكثر قانون بضم الاعفاءات الجبائيه و
هو قانون المالي. اي ما زال ما تفعلش القانون هذا خاطر ما عادش عندي برشا وقت القانون هذا سيجر. رفضت الـ 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 المقترح وزارة المالية رفضت. اي باهي. ثم كذلك قمنا بتقديم مطلب ثاني بتاريخ هذا 29 اكتوبر 21 اي لتنقيح القانون وتمكين الجامعات من هذا الاعفاء بصفه قانونيه، ولكن جاء اجابه وزاره الماليه اجابه قطعيه بانه لا يمكن هذا اسناد هذا الاعفاء في هذه الحالات. واضح. معناها حاسم فهم من كلامك باش نعمل ملخص، ما عادش عندي برشا وقت. شكري. الامور خارجه على اداره معناها وزاره الشباب والرياضه، الامور عند وزاره الماليه هي اللي رفضت هكا ولا؟ وزاره الماليه، واحنا قمنا بكل ما يمكن ودعمنا، وهذا الموضوع من سنه 2019 الى حد التاريخ مرت على الوزاره اربع وزارات. انت قلت لي من 2019 معناها في خاطر فما برشا عباد ربطت الموضوع بالخلاف اللي صاير واللي ما عادش خايف على حتى حد بين وزير الرياضه كمال دقيش ورئيس الجامعه وديع الجريم، معناها ما عنده حتى علاقه الموضوع بهذا. ما عنده حتى علاقه، انا قلت الموضوع هو منطلق الموضوع منذ 1 مارس 2019 لم يكن على راس الوزاره الاستاذ كمال دقيش الى حد التاريخ. بلي قديش المونتون اللي تدفعوا الجامعه سي شكري، عندك فكره ولا؟ والله ما لا ما نجمش لان هذه ثم تحسب على الديوانه هي التي تنجم تحدد. انا سمعت 100 مليون، معناها اذا كان عقد فيه 6 مليارات وتاخذ معناها باش تدفع 100 مليون ما فماش علاش معناها باش نكبروها الحكايه لهالدرجه هكا ولا؟ واصلا ليش مغالطه الراي العام؟ يعني نعطوهم الحقيقه كما هي. هذا الموضوع منذ 1 مارس 2019 تمروا عليه خمسه اربع وزراء يعني تقريبا. وفي كل مره كانت الوزاره واللجنه ترفض استجابه وتطبيقا للقانون، وليس بوزاره ليش بما فيهم الوزراء اللي كانت علاقتهم جيده نقول والكورونا يتعدى مع وديع الجري والناس الكل تعرف، وبما فيهم حتى حاله الفراغ اللي غياب وزير انه مكلف بها في التسيير ايمانا منا بان سيروره المرفق العام واستمراريته، اجتمعت اللجنه ونظرت. واضح. ولكن الجامعه لم تكن تستجيب في كل مره للشروط التي وضعها الفصل 272 من مجله الديوانه، وبالتالي لا يمكن ان فقط ينجم يكون فما حل ولا ما ينجمش شكري؟ ولا فقط الحل الوحيد انك تخلص وتمشي تاخذ معناتها ليزيكيبمون بتاعك؟ هو اصلا احنا كلجنه رانا نعاون وزاره الماليه والديوانه لان نعطوا مقترح والسلطه في تمكين تقديم الاعفاء من عدمه تعود اساسا للديوانه، ولكن في اطار تعاوننا مع الاداره العامه للديوانه وباعتبار المساله لها مساس بالقطاع الرياضي وكما يقال مثلا اهل مكه ادرى بشعابها، وفي اطار حرصنا على دعم هذا قمنا. واؤكد لك كذلك ان لم تتحصل اي جامعه رياضيه مهما كان اسمها ونوعها على ترخيص في مثل هذه الحالات. واضح. يعطيك الصحه. وكل من تحصل على ترخيص كان استجابه يستجيب بشروط الفصل 272 من مجله الدول. يعطيك الصحه. شكرا ان شاء الله رانا وضحنا لكم جنايتي. شكرا ليك سي شكري على تدخلك معنا. شكري حمده المكلف بالشؤون القانونيه في وزاره شؤون الشباب والرياضه. اي حد من الجامعه والا من الوزاره والا من الوزاره كان معنا والا من الديوانه يحب عنده تعقيب على الكلام اللي قاله سي شكري والا حق رد والا توضيح مرحبا به في كل برامجنا القادمه. هكا نكملوا في البلاي اليوم. شكرا ياسر جويني في الاخراج، ادم المدب في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات اسلام المدب.